النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى اندفاع كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية الممطرة نحو الأجزاء أقصى الأجزاء الجنوبية من المملكة، كما أثرت على مدينة العقبة. وصلت درجات الحرارة اليوم في العقبة إلى ما يتجاوز 43 درجة مئوية، ولكن بحمد الله مع ساعات العصر والمساء هطلت بعض الزخات المحلية من الأمطار نتيجة هذه السحب الركامية الرعدية. جمهورية مصر إذن تتعرض لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعدية في مختلف هذه المناطق، في حين أن المناطق الشمالية والوسطى من المملكة كانت فقط بها الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، وظهرت بعض السحب والغيوم المتوسطة والعالية غير الممطرة. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، هذه درجات الحرارة في طبقات الجو السفلى والقريبة من سطح الأرض، وكما تلاحظون الألوان الحمراء الداكنة تنم على وجود كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة. من المتوقع أن تتحرك هذه الكتلة الهوائية الحارة ويستمر اندفاعها باتجاه المملكة خلال الأيام القادمة، بحيث كما تلاحظون غدا اشتداد متوقع في الموجة الحارة، ويكون طقس حار إلى شديد الحرارة في أغلب مناطق المملكة. من المتوقع غدا أن تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان ما يتجاوز 37 درجة مئوية، في حين أن مناطق الأغوار ربما تتجاوز بها درجات الحرارة حاجز 45 درجة مئوية، وبالتالي الطقس غدا سيكون مرهق وحار جدا. يستمر سيطرت هذه الكتلة الهوائية الحارة حتى أقل تقدير يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. طبقات الجو العليا في المقابل تحتوي على أجواء أبرد ودرجات حارة أبرد نسبيا من المناطق المحيطة، وهذا كان سبب تشكل حالة عدم الاستقرار الجوي. تصادف الهواء الحار في طبقات الجو السفلى مع الهواء البارد في طبقات الجو العليا أدى إلى تشكل هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. هذه الألوان تنم على وجود أجواء باردة في طبقات الجو العليا. غدا الأحد هناك تراجع في الهواء البارد باتجاه الأراضي المصرية مبتعدة عن المملكة، ولكن هذا لا يعني انتهاء تام للأحوال الجوية غير مستقرة في المناطق الجنوبية، ربما تبقى الفرصة متاحة. ولكن مرة أخرى كما تلاحظون يوم الاثنين يعاود الهواء البارد بالتدفق نحو المملكة في طبقات الجو العليا، مما يسمح على حدوث وتشكل أحوال جوية غير مستقرة مرة أخرى في المناطق الجنوبية يوم الاثنين. هذا ما تشير أيضا إليه خرائط توقعات الرياح، أو بالأحرى توقعات الأمطار. نذهب إلى توقعات الأمطار ثم نعود إلى الرياح. توقعات الهطولات المطرية تشير إلى أن نهار هذا اليوم كانت المناطق الجنوبية من المملكة على موعد مع هذه الزخات الرعدية من الأمطار. طبعا في ساعات الليل تتراجع هذه الأحوال الجوية كما ذكرنا سابقا، حيث أن حالات عدم الاستقرار الجوي تتغذى بشكل أساسي على الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي يحدث في ساعات النهار. إذا هذه الليلة، ليلة السبت على الأحد، يتوقع تراجع في حدة الأحوال الجوية غير مستقرة في المناطق الجنوبية، لكن اللافت هذه الليلة أن الطقس سيكون دافئ بشكل لافت في أغلب مناطق المملكة مع درجات حرارة مرتفعة للغاية. في حين إذا ما لاحظنا بالنسبة للأحوال الجوية غدا الأحد، نلاحظ انتقال الأمطار إلى المناطق أكثر جنوبا، ابتعدت عن المملكة، وبالتالي فرصة هطول الأمطار غدا تبقى ضعيفة لكنها موجودة كفرصة، إنما أضعف مما كانت عليه يومي الجمعة والسبت. وتلاحظون أن يوم الاثنين تعاود مرة أخرى فرص هطول الأمطار من جديد أن تصل إلى المناطق الجنوبية من المملكة نتيجة إعادة تدفق للهواء البارد مرة أخرى على المنطقة والمملكة، وبالتالي مسببة تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي. نعود مرة أخرى إلى خرائط الرياح التي تشير إلى أن الرياح غدا الأحد تكون شمالية شرقية ما بين خفيفة إلى معتدلة السرعة، ولكن اعتبارا من يوم الاثنين نلاحظ على الأراضي السورية هناك رياح قوية شمالية شرقية. هذه الرياح من شأنها أن تعمل على إثارة الأتربة والرمال في هذه المناطق، وحدوث موجات غبارية التي
يعتقد أنها ستصل المملكة يومي الاثنين والثلاثاء، وبالتالي بالإضافة إلى الحر الشديد من المتوقع أن تصل موجات غبارية المملكة يوم الاثنين والثلاثاء مسببة أجواء مغبرة في مناطق واسعة من المملكة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، إذا غيوم متفرقة، درجة حرارة صغرى هذه الليلة في العاصمة عمان 26 درجة مئوية، يعني للمصادفة هي تقريبا قريبة من معدل درجة حرارة العظمى في العاصمة عمان في هذا الوقت، وبالتالي الأجواء هذه الليلة دافئة للغاية. الجلوس في الخارج طبعا وتناول السحور في شرفات المنازل هو أمر ممتاز. غدا نهارا يتوقع أن تكون درجات حرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من عام، بين 10 إلى 12 درجة مئوية، طقس حار في أغلب المناطق، جاف أيضا، لكنه يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وحتى خليج العقبة مع درجات حرارة تفوق حاجز 45 درجة مئوية في تلك المناطق. تظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، تبقى الفرصة مهيئة لأن تهطل بعض الزخات المحلية من الأمطار في أقصى جنوب المملكة. مع ساعات الإفطار غدا الطقس سيكون حار، حتى في العاصمة عمان تكون درجة حرارة 34 درجة مئوية وقت الإفطار، وبالتالي الجلوس في الخارج وتناول طعام الإفطار في الخارج هو أمر غير محبب في شرفات المنزل غدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير. نستعرض معكم درجات حرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا. نبدأها في شمال المملكة، إربد غدا 38 درجة مئوية، العظمى الصغرى 28، جرش 37 إلى 27، في عجلون من 36 إلى 27 درجة مئوية، في المفرق من 38 إلى 24، والأجواء حارة في كافة هذه المناطق. العاصمة عمان غدا 37 درجة مئوية والصغرى 26، مع التنويه بأن شرقي العاصمة تقترب الحرارة من 40 درجة مئوية، وتكون في غربي العاصمة في الأحياء مرتفع حوالي 35، فالمتوسط تقريبا 37 درجة مئوية، في الصلد 38 إلى 30، في مادبة من 37 إلى 28 درجة مئوية، أما في البحر الميت فترتفع درجات الحرارة غدا إلى 45 درجة مئوية نهارا والصغرى 32، وفي الزرقاء من 38 إلى 26 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة، الكرك 34 إلى 25، في الطفيلة 36 إلى 26، في الشراء من 34 إلى 25، وفي معان من 35 إلى 23، وفي العقبة تصل إلى 42، ما بين 42 إلى 43 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية. وكما ذكرنا يوجد فرصة في أقصى المناطق الجنوبية لأن تشهد بعض الزخات المحلية من الأمطار، ولكن الفرصة نسبيا أضعف ما كانت عليه يومي الجمعة والسبت. المناطق الشرقية من المملكة، في أرويشد 38 إلى 21، في الصفاوي 38 إلى 23، وفي الأزرق من 40 إلى 27 درجة مئوية. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، إذا كما ذكرنا الأحد من 37 إلى 26، الاثنين يتحول الطقس يصبح مغبر كما ذكرنا، تكون درجة حرارة أيضا حارة ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية في ساعات النهار، 27 درجة مئوية في ساعات الليل. الثلاثاء تبقى الأجواء على ما هي عليه، أجواء حارة ومغبرة ما بين 36 إلى 37 في ساعات النهار و 26 إلى 27 في ساعات الليل. قبل الختام بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة في المملكة، والتي نبدأها بيوصى بعدم التعرض المباشر غدا خاصة في ساعات ما بعد الظهر والعصر، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس بسبب طبعا هذه الموجة الحارة. ينصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة بعد الإفطار وقبل السحور تحضيرا للأجواء الحارة خلال ساعات النهار، كما ينصح طبعا بالابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب في أقصى جنوب المملكة بسبب احتمالية تشكل السيول، كما أيضا ينصح بالانتباه من ازدياد نسبة الغبار يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. طبعا دائما ندعوكم لتحميل تطبيق طقس العرب وموقع طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. هذا طبعا والله تعالى أعلم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.